اللي يخون النظرة، اللي ناظر يتلفت في النساء ويسرق في الأسواق وفي الشوارع، هذا خاين، خاين لله ابتداء، وخاين لبصره، وخاين لزوجته، وخاين لهالعرض بنت الناس في الشارع اللي هو مؤتمن على أنه يغض طرفه ويغض البصر. حتى أنت ممنوعة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا تبين السلامة وتبي السلامة غض البصر. ولا ذكرنا أحد وقع في الحرام والزنا والفواحش إلا لما طلق وأطلق البصر، ثم تحرك الفرج والشهوة، ثم وقع لا قدر الله من وقع في الحرام والخطأ.